السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي طيبين؟ نحن طبعا بنروح ل طلبنا اوبر رايحين على اكبر مول في بنغلاديش. وي وتيجا تمريك ناشا ايكندي باش يجا. طبعا طالبين اوبر، ما اخذنا سيارتنا. يلا حبايبي زهرة كويبي كيموناتشو. ايجي طبعا هنا بوابة الدخول الفرعية ما هي الرئيسية. شلا لايك بنا تو لايك بنا شلا حتى بيقيسوا كمان درجة الحرارة. حلو كوني سويتا طبعا نحن حاليا في اكبر مول في بنغلاديش. ما شاء الله تبارك الله. اوتا تمار سوتے گلی بابے کنا پھٹسا شوندا کری پورا گلا کے. اسم المول جمونا فيوتشر بارك، أكبر مول في بنغلاديش ما شاء الله تبارك الله. طبعا فيها كل البراندات العالمية يعني شيء أكيد. وطبعا في هذا المول في أكبر سوبر ماركت في بنغلاديش، صورت لكم مرة أعتقد موجود موجود في قناتي في اليوتيوب. اسم السوبر ماركت هولسيل كلاب، أكبر مول أكبر سوبر ماركت في بنغلاديش. عندكم دي كيف؟ طبعا هذه كلها معارض أشكال وأنواع برندات، حتى متوفر هنا كل البرندات العالمية للمطاعم كمان، يعني من بيتزا هت من كي اف سي والجماعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله. هذا ليه أنا سليت أقول بي طبعا هذا الدور دور المطاعم، شايفين دور المطاعم هنا اكثر المطاعم هنا. وهنا السينما اعتقد. طبعا نحن داخلين المول. شلا استنى بضيع عشان ساتسن سارة ديكسن استنى بضيع. طبعا نحن هنا داخلين البارك حقة الأطفال، طبعا كل شيء حقة الأطفال.
شايفين هذا في الدور الخامس. أنا حديقة في الدور الخامس أو حديقة أطفال في الدور الخامس، فيها ألعاب وفيها كل شيء. كو زهرة كنت تلعبي؟ ها؟ না এগুলা তো একবার বড়দের এগুলা একবার বড়দের طبعا هنا كلها العاب اطفال بس الظاهر العاب كبيره انا زي ما انا شايف العاب كبيره ما في للصغار الا حاجات قليله مره هذه كلها العاب اطفال كبار كيف يعني اطفال كبار لا تسالوني ممكن زي انا طفل كبير ممكن تشوفوني بعد شويه جالس هنا بلعب العب سيارات العب والعب شوفوا دول اللي دول بيتعلموا الرقص يمكن اهو هذه زي هرجة الكازينوهات اعتقد يحطوا هنا العملة ما شاء الله تبارك الله طبعا هذه اطفال كبار او هذه الالعاب الكبيره يعني طبعا انا اللي عندي كلهم كتاكيت خلينا نجرب الصغير هذا كنت اكي ايت اوت بنا كوت اوت با كنت تي ناك اچھا ايت تام فور اوت بو اگے ایکھنا کی ایکھنا اوت با كنت এগুলো বড়দের বড়দের এগুলো احنا ما زلنا يا سلام طبعا في العاب الكمبيوتر الالعاب الضخمه هذه واو احنا جالسه نلعب بالمويه هنا يا سلام كذا شغل ولا بلاشي يا سلام كذا شغل ولا بلاشي من وين من زمان نبغى اللعبة دي يا أخي أنا ما معايا أحد يخاويني لو كان معايا أحد يخاويني والله لا كنت ركبت اللعبة دي وهذه كمان هذه كمان مرة ماهر তুমি এটাতে বসবা বসো তারপর দিব কোথায় দিয়ে দে এটা তোমার কোনটা কয়েন কোথায় আছে দেখি সরাম হ্যাঁ এই যে চালু হয়েছে দিব দাও এটা দাও ما شاء الله تبارك الله والله يا شباب نفسي اركب بس يا اخي لوحدي مره ما ينفع واو 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 مره لوحدي مره ما ينفع لازم يكونوا ثلاثه اربع انفار شباب ظهير وينك يا ظهير وحشتني يا ظهير عامر
مطاعم الدور الخامس. طبعا احلى شيء في جمونة فيوتشر بارك تعرفوا ايش؟ كل دور متخصص في حاجة، كل دور ما شاء الله تبارك الله، هو هنا اكلات هندية، كل دور ما شاء الله تبارك الله متخصصين في اكلة، متخصصين في حاجة، احلى شيء. في المطبخ الهندي، في المطبخ الاندونيسي. انا بدور على كيف سيكو ثاوية. Thank you. انا بدور على كنتاكي لانه اكلهم مضمون. اهو شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها مطاعم. الدور الخامس كله مطاعم، كل مكان ما شاء الله تبارك الله عندهم شيء خاص، او كل دور لها يعني حاجة خاصة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، عجيب والله. برجر كينج، شايفين برجر كينج؟ اهو برجر كينج، وهذا المطعم ما شاء الله تبارك الله باين عليه جيران، وشايف الزحمة. اكثر شيء ملاحظ اكلات المطاعم الهندية، اكثر شيء والله ما ادري نلحق نشوف الادوار كلها، لانه كل دور في شيء، في دور للمجوهرات، في دور للملابس، في دور للالعاب الاطفال، في دور للسينما. دوكو دوكو بيتر دوكو اشا اش تسي او खाओ 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 शुरू करो तुम यार अच्छा الحمد لله حبايب اكلنا وشبعنا والله، من كثر ما بنلعب مع الاطفال وبناكل ما لحقنا نتفرج على المول. هنا لسه انا في مكان في دور المطاعم، هذا الدور دور المطاعم طبعا. نحن اكلنا من KFC كنتاكي، لكن ما شاء الله تبارك الله تعدوا وتغلطوا، فين تبغوا تاكلوا؟ في كل مكان ما شاء الله تبارك الله اكلات شهيه، في كل مكان في كل منطقه اكلات شهيه، الواحد والله بصراحه يضيع. وفي كل مكان عروض، وفي كل مكان ما شاء الله تبارك الله عروض حلوه. وشوفوا ما شاء الله الكراسي اللي هنا، احلى شيء كل واحد ياخذ طلبه ويجلس في محل، وفي كمان جلسات مكيفه، في جلسات خارجيه. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، اهو بيتزا هت كمان، شايفين بيتزا هت، KFC، برجر كينج، ما شاء الله تبارك الله. الواحد يعود ويغلط، لسه هذه كلها مطاعم، تخيلوا اللي هناك هذه كلها مطاعم، وهذا كمان شكله مطعم بس ما مش عارفين ايش اسم المطعم، مقفل هو ولا لسه بيظبطوه. بيتزا هات كنو هذا طبعا بيتزا هات، شايفين جنب KFC بالضبط، وبرجر كينج شفناه الجهة المقابلة. شلا هنا هذا دور الجوالات، شايفين كله جوالات، الدور هذا مختص بمحلات الجوالات، وطبعا كلها يعني معارض رسمية، يعني كل الجوالات هذه كل المحلات اللي انتم شايفينها معارض رسمية، اوبو على سامسونج على فيفو
وعلى فكرة ترى في طبعا ما عندنا معرض خاص لشركة أبل، ما عندنا معرض خاص لشركة أبل، لكن في وكيل، في وكيل معتمد من شركة أبل. وهذا الدور الظاهر فاضي، ليش فاضي ما أدري. لا والله ما هو فاضي مرة مرة. هذا شكل أحذية، ما أحذية وإكسسوارات يعني. حتى شوفوا يعني مش كمان مرة في كل دور لازم يكون شيء معين خاص مرة، لا يعني عادي، يجوز إنه يجوز إنه يكون شيء ثاني كمان. يعني يجوز مثلا مع الأحذية يحطوا مثلا. والدور هذا طبعا ملابس النساء، شايفين ما شاء الله تبارك الله، حركات وبركات. في شاري، في حق الأطفال طبعا، ملابس اللبس البنغالي طبعا. احنا بناخذ لفة على السريع، احنا بننزل تحت. الله شوف الملابس اللي هنا ما شاء الله تبارك الله. أما هذا الدور رجالي ونسائي، ملابس والله ما أدري شو أقول لكم، هو كله ملخبط، كله مشكل، رجالي نسائي شنط ماني عارف إيش، كل شيء كل شيء كل شيء موجود. ما شاء الله تبارك الله. السوق ترى تضيعوا فيه، والله تضيعوا فيه. نحنا وش ندخل وش نبقي وش نروح. نساء عرنقي صلوا عرنقي. وجو يا عرنقي شامني. أبر إخانة فورا بانغلاداشو شبسي بڑا هولسل، شبسي بڑا سوبر ماركت هسي. هولسل كلاب. نحن طبعا بندخل في احلى معرض، انا بصراحة يعجبني اهو. هذا المعرض اسمه اراون، شايفين المعرض هذا، شيء فخامة وجودة ما شاء الله تبارك الله. اوديكي اكزيت طبعا، هنا الدخول. هنا المدخل، يا سلام عليكم. عشر كيسو دربنا كيسو كيسو دربنا افندي سوري. এখানে বাইরেতে কোথায় রাখবে? এখানে আছে? জি شوف ما شاء الله تبارك الله. تعرفوا ايش ميزة المعرض هذا؟ اكثر المنتجات فيه طبيعية، واكثر المنتجات فيه يدوية. ايش يعني يدوية؟ او اول شيء خليني اوريكم الطبيعية. شوف كل شيء فيس واش، ما ادري كيف افهمكم، لكن هذه كلها حاجات طبيعية. وشفتوا الملابس والحاجات هذه، اكثرها يعني حاجات اكثرها حاجات يدوية، حاجات مرة ممتازة. شوف اوريكم حاجه، صح انه شكلها ما ادري كيف، لكن جدا ممتاز. ايش عشا انا دخلت هنا قالوا لي ممنوع التصوير. ليش ممنوع التصوير ما ادري، لكن برضو بنتفرج بنشوف. ما
شاء الله تبارك الله، معرض كبره وعرضه كله مشغولات يدوية، أحلى شيء فيه مشغولات يدوية، الجودة فيها ما شاء الله. شوفوا الطواقي هذه، صدقوني شوفوا الطواقي هذه، يا سلام، هاي لامبو صناعة بنغالية. أوه على فكرة أكثر الحاجات اللي هنا صناعة بنغالية، يعني أكثر الأشياء اللي هنا ما شاء الله تبارك الله 99% صناعة بنغالية، هذا أحلى شيء. الله يكرمكم، شوفوا الحذيان صناعة تصدقوني تدوم يمكن 50 سنة، حاجة قوية قوية، شيء ما هو طبيعي. أوه ما شاء الله تبارك الله، هنا حاجات نسائية، شوفوا اهو شايفين الصناعة كيف، يا سلام كورونا، شوفوا كيف الصناعة، خياطة خياطة اصيلة وحاجة باردة بعدين، يعني الواحد يرتاح فيها. شوفوا الشغل اليدوي كيف، هنا طبعا هذه ملابس نسائية، وهناك الرجالي شايفين، هناك الرجالي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ممكن في ناس يمكن ما يعجبهم الديزاين التطريز، لكن ترى الجودة فوق، الجودة مرة فوق، يعني ما في يعني ما في خلل في الجودة، الجودة فوق مرة فوق ما شاء الله تبارك الله. شوفوا اللي هنا، شوفوا اللون هذا، وشوفوا هنا أحذية النساء، ما أدري يمكن واحد يجي يقول لي أو واحدة تجي تقول لي والله ما في ذوق، الأشكال والديزاين ما هو حلو، بس صدقوني الجودة، يعني الواحد يرتاح لما الواحد اول واحدة لما تلبس من هنا ترتاح مرة، ترتاح الجودة الفخامة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله، شاري شاري حقت الحريم طبعا. شوفوا كيف، ليش اقول حقت الحريم؟ انه في ناس ما يعرف ايش هو الشاري وايش هو، ايش هو، شايفين اشكال وانواع، بس حاجة مريحة مرة، مريحة حاجة مرة مريحة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا اللون هذا مرة عجبني ما شاء الله تبارك الله. نحن كمان ما قصرنا، تسوقنا من معرض أرون المحبب إلى قلبي. يا تذهب هول سيل كلابي شرطة، तो मनुष्य ही दिए जाओ लगे नहीं शेयर किए थे अच्छा था कैसे पता हम देखों चले طبعا ما في زحمة زي ما انتم ملاحظين، الزحمة لسه خفيفة طبعا، عاد عشان كورونا، مع كورونا كان مقفل لمدة طويلة بعدين فتحوه، ولسه الزحمة ما بدأت. عاد يا شباب وصلنا تقريبا للنهاية، بنطلع دحين، عاد لا تنسوا من عاد انتم تعرفوا، لا تنسوا من اللايك والاشتراك والجماعة. نحن منتظرين طبعا سيارة اوبر عبال ما تجينا، خلينا نتفرج ونصور. هذا المعرض كمان مرة جميل، انفينيتي مرة مشهور ومرة ممتاز، خلاص هو قرب يقفل عشان كده ما بندخل في محل ونضيع وقتنا. عسى ان شاء الله يا شباب يعني انبسطتوا من المقطع ان شاء الله، حاولت اقدم لكم او حاولت اوريكم المول هذا قدر الامكان. المول هذا ترى والله يمكن يوم كامل ما اقدر اغطيه، ترى
مول كبير كبير، الواحد يضيع. انا ترى سالت كذا مرات وين البوابه الرئيسيه، جالس اسال الحراس، جالس اسال الموظفين هنا، وين هذا وين هذا وين هذا وين هذا. ترى مول كبير، ايش اريكم كورونا، ضخم ضخم جدا جدا ضخم، مش عارفين. هيا مين جتكم ديكي او اديكي، اها شايفين، حتى دحين بسال وين البوابه الرئيسيه. اهو هنا عصيرات ما شاء الله تبارك الله، عصيرات طازجه، يا سلام. عشو عشو، يا سلام. انا مستغرب لسه في ناس داخلين، لسه في ناس تخيلوا داخلين المول، ما باقي الا نص ساعه ويقفلوا. ايش الا نص ساعه واقل من نص ساعه، لكن الى الان ناس داخلين. شايفين توب 10 عندنا كمان، ترى توب 10، والتوب 10 حقنا ده مشهور، هذا له فرع حتى في دبي، تخيلوا هذا له فرع في دبي. انا بس خليني اوريكم من الخارج، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ايش ايش ديكاشو ايكون تايم نايت تايم نايت دوبونا من ديكاشو، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. توب 10 دكتور، توب 10 اي وبشري اشتي وبشري اشتي اي كاسا كاسا سولي اشتي دوبا. ما شاء الله تبارك الله. ايه دي كده واه شا. ايه تدو مره تيكن ندو. ايه غادي اشتا سنسية. هديان الله يكرمكم، في عندهم متوفر كل شيء، واحلى شيء عندهم الملابس اللي كده، شايفين الجاكيتات والكوتات والحركات، يا سلام. احلى شيء عندهم لما تفصلوا الجاكيتات من عندهم. ترى عندنا هذا محل رسمي للكوت والبدل الرسمية والحاجات هذه، هذا ترى محل رسمي، إلا جالس في بنغلاديش ويبغى شيء نظيف يجي يفصل من هنا. توب 10 معروف. هي أصلاً دكتور منو كي دشير بحرية واسنا دبي تناكيكم سعودية رفيع سعودية رفيع. حتى هذا لهم محلات عندهم في السعودية، أنا قلت دبي غلط. هذا باسكن روبنز فرع بنغلاديش، بس ما هو باسكن روبنز، شركة ثانية. آيس كريم خابي إيه ضرنا هذي كاشو طبعا هذه البوابة الرئيسية، وفيها هنا طبعا حديقة اسمها حديقة الموت. تعرفوا ليش سموها حديقة الموت؟ لأنه ما شاء الله تبارك الله كبرى الألعاب اللي فيها. شايفين القطار؟ طبعا الحديقة هذه ما ادري شغالة ما هي شغالة ما ادري، لكن شوفوا ما شاء الله تبارك الله. مالها مالها يعني ملاهي، ما هو مالها ما ادري مين. هذا لف ايش وضعه؟ عشو الحمد لله نهاية الرحلة، نهاية التمشية حقت اليوم، تمشية عائلية الحمد لله. نشوف وين سيارتنا. طبعا فاتحين تطبيق اوفر، اوه ما شاء الله السيارة وصلت، السيارة وصلت الحمد لله. شايفين باقي دقيقتين على الوصول، ما شاء الله تبارك الله. سيدي كاشو عمالي دي كاشو عمالي شاملي اشي.